You are the reason why I love this channel. Yes, you. You watch my videos, you ask me questions, you drop me kind comments. I meet some super kind people here and my Egyptian friend Minna shares all of my videos with her friends. It feels so good and I just love it. <laughs> My name في في الحديث اللي سمعته مني هلا كان بالزمن الحاضر البسيط، وإذا بدك تعرف ليش استخدمت هيدا الزمن بالتحديد خليك معي بهيدا الفيديو من English 100 لأنه هيدا هو درس اليوم، رح نبدأ اليوم بسلسلة الأزمنة في اللغة الإنجليزية لسببين، أول سبب إنه هيدا أكثر موضوع بينطلب مني سواء من طلابي في كورسات المحادثة أو من متابعينا في صفحات الفيسبوك أو حتى من متابعينا هون بقناة اليوتيوب، هو الطلب الأكثر تردداً السبب الثاني واللي هو جدا بديهي وجدا اساسي ومهم انه انت لما بتحكي اي لغه بالعالم اما رح تحكي عن الماضي او عن الحاضر او عن المستقبل اوكي بدرس اليوم رح نحكي او رح نتعلم كيف بنحكي عن الحاضر الحقيقه لحتى تحكي عن الحاضر انت بتحتاج تتعلم زمنين الزمن الحاضر البسيط اللي هو درس اليوم والزمن الحاضر المستمر واللي هو راح يكون درس القادم وهذا الموضوع شديد الاهميه ما فيني اقول لك قديش هو مهم ببساطة لأنه when you change the verb tense you change the meaning لما بتغير الزمن بتكون عم تغير المعنى ولحتى يوصل كلامك إذا بدك تحكي بشكل يكون واضح وتتأكد من إنه المعنى اللي أنت فعلا تقصده يوصل بشكل صحيح لازم نتعلم الأزمنة اللغة الإنجليزية ماشي ريم هيدا هو الخبر الحلو؟ لا لسه ما خبرتك الخبر الحلو تعال حتى اخبرك الخبر الحلو الخبر هو انه نحن رح ندرس كل درس بي او رح ندرس كل زمن بدرس منفصل اوكي ولاني بعرف انه دائما عم يكون في فجوة كبيرة بين تعلم اللغة وتطبيق المعلومات على ارض الواقع رح نعمل live كلاسز بعد الدروس يلي رح نتعلمها هون يعني بناخذ الدرس بتحضر الدرس مسجل مثل هلا وثاني يوم رح يكون في لايف كلاس أوكي رح يكون معكم ببث مباشر لمدة تقريبا ساعة اوكي بهذه الساعه رح نتدرب على المعلومات يلي تعلمتوها بهذا الدرس وفينا نقول نطبقها على ارض الواقع نتدرب عنها اذا عندك اي اسئله بالنسبه للدرس فيك تسالني اياها اذا في عندك اي تساؤل بنقدر نناقشه يعني بتتعلم المعلومات بالفيديو المسجل وبنتدرب عليهم بالدرس البث المباشر اللايف okay. كلاس اوكي حلو الخبر ما تقولوا لي بنرجع على درسنا اليوم واللي هو درس زمن الحاضر البسيط The Simple Present Tense اوكي خلونا نبدا اول شيء بالبدايه على مع شكل هيدا التنس شكل هيدا الزمن كيف شكله او كيف الفورم تبعه هاو دو وي فورم ذس تنس كيف نصيغ جمله بزمن الحاضر البسيط الموضوع جدا جدا سهل مثل اسمه الحاضر البسيط هو جدا جدا بسيط هو بس عباره عن فاعل وفعل بس بكل بساطه فعل بدون اضافات بدون تحويل بدون تغيير بدون كركبه بدون وبدون اي شيء فاعل وفعل بس مثل اي لايك ايس كريم فاعل اي لايك like الفعل ايس كريم او مثلا they live here they فاعل live الفعل here اوكي جدا بسيط وفي معلومه جدا بسيطه بخصوص شكل هيدا الزمن اوكي او تركيبه هيدا الزمن وبدي اياك انت تستنتجها بعد ما تسمع مني هدول الامثله اوكي؟ الأمثلة رح أطبق جملة واحدة على كل السبجكت برونونز اوكي؟ مثلا بقول I like آيس كريم. We like آيس كريم. They like آيس كريم. You like آيس كريم. He likes آيس كريم. She likes آيس كريم. It likes آيس كريم. اوكي؟ اطلع نظرة سريعة على هدول الأمثلة ومعك ثلاث ثواني حتى تستنتج القاعدة. خلصوا لثلاث ثواني القاعدة هي أنه فقط حين يكون الفاعل هي أو شي أو إت فإننا نضيف أس صغيرة إلى الفعل أوكي okay. سو so ما بقول هي لايك like, بقول هي لايكس شي لايكس آيس كريم إت لايكس آيس كريم She likes vanilla ice cream. She loves vanilla ice cream. cream. إذا الخلاصة تركيبة هيدا الزمن هي ببساطة الفاعل subject مع الفعل the verb. أوكي؟ okay. بدون أي كركبة. فقط نضيف اس صغيرة لهيدا الفعل to the verb لما بيكون الفعل he or she or it okay that's it هلأ ننتقل لنحكي عن امتى بنستخدم هيدا الزمن من اسمه لهيدا الزمن هو حدا كتير بسيط يعني هيك وعايش الحياة ببساطة ومتمدمد وبسيط فارد شخصيته هيك بكل بساطة وهدوء وسلام سمة هيدا الزمن يلي بدي اياكم تخلوها لهيدي الكلمة ببالكم بكل زمن في شيء سمة معينة لهيدا الزمن بتكون يعني هيك السمة الطاغية البصمة تبعته خليني أقول أنا بحب سميها ذا أو كلمة السر كلمة السر تبع هيدا الزمن هي always true اوكي سو بنستخدم هيدا الزمن لحتى نحكي عن الاشياء يلي هي always ترو او جنرالي اوكي شغلات بشكل عام هي دائما حقيقيه خليني اشرح لك شو قصدي يعني لما بتسمع حدا عم يستخدم الزمن الحاضر المستمر ليعبر او يحكي عن اي شيء بدي تعرف مباشره انه قصده او قصدك انت لما بتستخدم هيدا الزمن انه هيدا الشيء اللي عم نحكي عنه هو دائما موجود اوكي okay. هيدي الحاله هي دائما حقيقيه يعني اشياء مثل هابتس مثلا عادات دائما هذا دا الشيء انا لما بكون عندي عاده هي دائما موجوده دائما حقيقيه اولويز ترو او مثلا لما بحكي عن شغلات تتكرر مثل لما بقول مثلا انا بروح على المدرسه كل يوم الصبح هيدا الشيء um, repeated action شيء بيصير بشكل دائم وهيدا حالة دائما موجودة always true أو مثلا لما بقول لك um, she likes ice cream يعني هي بتحب الايس كريم هذا شيء حالتها الدائمه هذه حقيقه عنا خلونا ندرس شويه امثله باللغه الانجليزيه لحتى نركز هيدي المعلومه بشكل صحيح اوكي اذا قلنا بنستخدم هيدا الزمن لحتى نحكي عن اشياء always true مثل عادات او حقائق عامه اوكي عادات مثل مثلا I drink coffee every morning اوكي this is always true I drink coffee every morning. او مثلا We go to work at 8 a.m. 8 Okay, always true. This is a habit, and it's always true. Anna plays tennis on Fridays. Anna plays tennis every Friday. Okay, so repeated action. The cafe opens at 9 a.m. The cafe opens 9 a.m. Okay, always. So repeated action. my sister goes in holiday. in August. Okay. لما بتسمعني عم لك my sister goes on holiday in August. فورا بتعرف إنه أنا قصدي مو بس مرة واحدة ب August. كل سنة بشهر آب بتروح في إجازة. Okay. لأن أنا استخدمت الزمن الحاضر البسيط which is always true. Okay. So she goes on holiday in August. معناها هيدي هي العادة تبعها. Okay. عادتها ان تذهب في كل شهر اب في اجازه هذا كان قصدي لما بقول لك انه بيتغير المعنى لما بتغير الزمن تعال نتعلم الاستخدام الثاني لهيدا الزمن بنستخدم هيدا الزمن لنحكي عن general facts اوكي حقائق عامه مثلا I am a teacher اوكي هيدي حقيقه عني I'm a teacher I teach English I teach English اوكي كمان حقيقه عني او مثلا حقيقه علميه مثل Wood floats on water. Wood floats on water. الخشب يطفو على الماء. أو مثلا flowers need water to grow. Flowers need water to grow. الزهور تحتاج إلى الماء كي تنمو. كمان حقيقة علمية. She plays the guitar. Okay, هي تعزف جيتار. حقيقة عنا. Okay. أو مثلا my hair grows quickly. شعري ينمو بسرعة. اوكي، خبرني أنت عن شعرك، كمان بيطول بسرعة، استخدم الزمن الحاضر البسيط تذكر أوكي لأنك عم تحكي عن حقيقة عنك، وخليني أقول لك كمان شغلة، لأنك إنسان محترم ومشاعرك وأحاسيسك وآرائك مقدرة ومحترمة جدا، لذلك رح نتعامل معها على إنه هي حقائق، أوكي؟ يعني قصدي لما بتحكي عن مشاعرك، أحاسيسك، ومعتقداتك أفكارك بتستخدم الزمن الحاضر البسيط مثلا I love this channel She loves music I feel great He thinks grammar is easy إذا بقول لك he is thinking grammar is easy هذا غير معنى تماما أوكي بنحكي عن هذا الشيء بعدين بس لما بدك تقول هو شو معتقد أو هو شو بفكر أو شو بيعتقد تقول he thinks grammar is easy اوكي okay. واخر مثال مثلا لما بقول لك she wants that dress اوكي okay. عم بحكي عن رغبه رغبتها سو so بستخدم simple present الزمن الحاضر البسيط she wants that dress She wants that dress. وبما اني بحب الملاحظات صرتوا بتعرفوني كثير بحب الملاحظات رح اعطيك ملاحظه صغيره بالنسبه لاستخدام لأ هيدا الزمن اوكي قبل ما نروح نتعلم كيف نعمل سؤال وكيف نعمل نفي من هيدا الزمن اوكي الملاحظه هي انه دائما لما بدنا نحكي عن جدول مواعيد معين او عن مواعيد معينه بنستخدم زمن الحاضر المستمر لحتى نعطيها حس الثبات اوكي مو قلنا always true فلحتى نعطي الحس انه هيدا الموعد ثابت بنستخدم الزمن الحاضر المستمر يعني مثلا لك the train leaves at 6 p.m. يغادر القطار الساعة السادسة كل يوم او مثلا لك the airplane takes off at 5 a.m. تقلع الطائرة الساعة الخامسة صباحا بس هيك حبيت مرق لكم هذه المعلومة مشان تتذكروا مع المواعيد الثابتة والمؤكدة نستخدم الزمن الحاضر البسيط خلونا نروح نشوف كيف نعمل سؤال بالزمن الحاضر البسيط الموضوع قمة السهولة يعني أسهل من هيك ما بقى يصير أوكي شفتوا الجمل يلي حكينا عنهم رح أرجع أذكركم فيهم We go to work at 8 a.m. They drink coffee every morning. I eat an apple for breakfast. She plays the guitar. She wants that dress. The train leaves at six p.m. My hair grows quickly. Okay, shall I see these sentences? I will answer the question in all simplicity. Just, I will do. And this is the verb do. Story, story. Okay, it is the most important verb in خليني اقول يعني هو اكثر فعل محترم وابن عيله وابن اصول وشهم ونبيل وفيه جميع صفات النبل اوكي بعدين بحكي لكم قصته بالتفصيل لما بدي اشرح لكم راح اعمل درس عن هاو تو ميك بكل الازمنه مشان نحل هيدي القصه راح اعلمك تقنيه واحده بتطبقها على كل الازمنه وبالتالي بنخلص من قصه هاو تو ميك كويشن اوكي رح يكون موضوع جدا بسيط وجدا سهل ان شاء الله ولكن هيدا بدرس منفصل لاحقا اوكي بالنسبه لهلا بدي بس تتذكر انه هيدا الفيرب دو هو حدا كثير مهم وهو حدا كثير يعني ابن اصول اوكي لنعمل سؤال بالزمن الحاضر البسيط بيجي اخونا دو وبيقعد قبل الفاعل خلاص صار عندي سؤال شايفين هدول الجمل يلي قدامكم فقط بنحط دو قبل الفاعل بيصير عندي سؤال Do we go to work at 8 a.m.? Do they drink coffee in the morning? Do I eat an apple for breakfast? وبالمثال هيدا بدي وقف شوي صغيرة تذكرتوا وقلت لكم جو ابن أصل كتير وبيحب الأصول وبيحب يرجع كل شيء لأصله أوكي؟ لهيدا السبب رح ياخد الأس يلي ضفناها للفعل بذكركم إلنا بزمن الحاضر البسيط لما بيكون الفاعل هي أو شي أو إت منضيف اس صغيره للفعل اوكي okay. لما إجا دو ليساعدنا ونعمل سؤال كونه بحب الاصول فراح يرجع الفعل على اصله بياخذ الاس منه بياخذها بيخليه معه يصير هو داز وبيرجع الفعل لاصله اوكي okay. يعني بيصير السؤال does she play the guitar راحت الاس عند دو does she play the guitar does the train leave at 6 p.m <applause> كمان أخذنا الاس راحت عن do does the train leave at 6 p.m. does my hair grow quickly does my hair grow quickly <applause> خلاص بس هيك هيك بنعمل سؤال بالزمن السمبل simple present الحاضر البسيط خلونا هلا نروح نشوف كيف بنعمل negative بس هالمرة رح يجيب بإيده e not رح يجيب not ويجي لعنا اوكي مشان النفي بتعرفوا لازم نوت تكون موجوده بيجيبها بايده وبيجي لحتى ننفي جمله بالزمن الحاضر البسيط الموضوع جدا 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 سهل طالما الحبيب دو موجود للمساعده اوكي بس هالمره رح يجي ويجيب معه بايده نوت اوكي طبعا بدنا نوت لحتى ننفي سو بيجيب نوت بايده وبيجي وبيقعد قدام الفعل يجلس بجانب الفعل ينفيه يعني بتصير الجمل we do not go to work at 8 a.m. اوكي okay. فيك تقول we do not go او اذا حبيت تختصر فيك تقول we don't اوكي okay. we don't go to work at 8 a.m. بس حطينا don't قبل الفعل go they don't drink coffee every morning I don't eat an apple for breakfast ونفس القصة مع هي شي ات كونه دو كالعادة بحب يرجع الأمور لأصوله بياخد الأس من الفعل وبيرجع بيعمل نفس الإجراء أوكي أخد الأس من الفعل رجعه للفعل على أصله وقعد هو will not جنب الفعل لحتى ينفيه يعني بتصير الجملة she does not play the guitar أوكي طبعا فيك تقول doesn't أو does not she doesn't play the guitar she doesn't want that dress the train doesn't leave at 6 p.m. وخلاص هيك صرنا بنعرف ننفي جمله بالزمن الحاضر البسيط قبل ما انهي هذا الدرس عندي لك معلومتين اوكي واحده منها ضروريه واساسيه ولا بد منها والثانيه يعني هي للاثراء ولدعم المعلومات يلي تعلمناها اليوم اوكي المعلومه الاساسيه واللي لابد انك تعرفها بهذا الدرس تذكر لما قلت لك انه لما بيكون الفاعل هي شي ات منضيف اس الى الفعل اوكي تذكرنا بس بدي اقول انه لما بيكون هذا الفعل ينتهي ب او I او اي او اس او اس اس او سي اتش او اس اتش بهيدي الحاله مو منضيف بس اس ولكن نضيف اي اس يعني بدل جو بدل ما اقول هي جو بقول هي جوز اوكي اي اس بدل الاس او مثلا هي teaches انجلش اوكي اضفت اي اس او هي واشز ذا ديشز اي اس اوكي أما إذا كان الفعل منتهي بـ متل مثل كلمة study بهذه الحالة منشيلها لهذه الواي ومنحط بدالها اي e s okay he studies every night. Okay. حطينا إي e -S. والملاحظة الثانية واللي هي أقول لكم هي للدعم المعلومات اللي أخذناها اليوم ويعني لإثراء هيدا الموضوع بدي أقول لكم أنه كتير جدا 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 ضروري أنه تنتبهوا على سياق الكلام لحتى تعرفوا شو هو الزمن اللي لازم تستخدموه بالضبط قصدي بهذا الكلام مثلا احيانا ممكن يكون بجملة في كلمه معينه او دلاله معينه بتدلك انه هيدا الشيء اللي عم تحكي عليه هو عم يصير بشكل متكرر او بشكل دائم مثلا كلمه مثل every اوكي okay. every كل بشكل بديهي انت رح تعرف من سياق الكلام انه هيدا الشيء عم يتكرر مثل ما بقول لك every day every night every morning every time مثلا اوكي okay. every time he speaks he says something sweet. So every time he speaks he says something sweet. Um, هون لاني استخدمت every time يعني شيء متكرر فاذا لازم استخدم الزمن الحاضر المستمر. دلاله ثانيه مثلا لما بقول um, she visits her parents on Mondays مثلا هي بتروح بتزور اهلها يوم ال... لما قلت قلت on Mondays هيدي الاس صغيرة لحالها بس دلتك انه هيدا شيء متكرر مانديز مو قلت اون Monday مو بس يوم التنين راحت زارت اهلها لا قلت اون مانديز يعني كل يوم تنين بتروح بتزور اهلها سو so, صرت بتعرف مجرد ما صار عندك مانديز فاذا لازم تستخدم الزمن الحاضر البسيط او احيانا ممكن يكون سياق جدا بسيط يعني بدون كلمة دلالة بشكل حرفي يعني مو كلمة بالضبط بتدلك ولكن المعنى مثلا لما بقول لك uh, what do you do in the morning شو بتعمل الصبح؟ What do you do in the morning؟ أنا عم أسألك أنت من كلامي فهمت من سياق الكلام إنه كل يوم الصبح شو بتعمل؟ What do you do in the morning؟ أوكي؟ okay. سو so, uh, هون لما بدك ترد علي رح ترد علي بالزمن الحاضر البسيط أوكي؟ okay. هذا اللي قصدته لما بقول لك لازم تنتبه على السياق So بتقولي I brush my teeth, uh, I go to school, I go to work, uh, I have my breakfast, whatever. اوكي okay, كل شيء رح تحكي لي انت عم حاطط ببالك مسبقا انه انا لازم احكي بالزمن الحاضر البسيط لانه هي عم تسالني على كل يوم الصبح شو بتعمل؟ اوكي؟ okay. او uh, what do you do in the evening؟ كمان نفس السؤال. كل يوم المساء شو بتعمل؟ اوكي؟ okay, That's it. وهيك بنكون خلصنا الدرس لليوم ملخص على السريع لحتى تراجع المعلومات كثير بسرعه زمن الحاضر البسيط بنستخدمه لنحكي عن حقائق عامه ولما بدنا نحكي عن شيء دائما بصير احيانا بصير عاده بصير او يتكرر بشكل منتظم دائما نستخدم هيدا الزمن سمه هيدا الزمن او البصمه تبعته او كلمه السر تبعه always true اوكي شكل هيدا الزمن هو السبجكت مع الفيرب الفاعل مع الفعل بكل بساطه وفقط نضيف اس صغير للفعل لما بيكون الفاعل هي شي ات لحتى نعمل سؤال من هيدا الزمن فقط نضيف دو قبل الفاعل اوكي لما بيكون الفاعل هي شي ات بتكون داز ولحتى ننفي جمله بهيدا الزمن فقط نضيف دونت قبل الفعل طبعا الدونت تتحول الى الـ doesn't لما بيكون الفاعل هي شي ات وهلا صرت بتعرف كل شيء بتحتاجه عن زمن السمبل بريزنت الزمن الحاضر البسيط كانت معكم ريم خيبه from English 100 بشوفكم بكره ان شاء الله باللايف كلاس لحتى اسمع اسئلتكم ونتدرب سوا تشاو